الرئيس بشار الأسد يرسل برقية تهنئة للرئيس حسن روحاني بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الإسلامية الإيرانية. اليوم يوم تاريخي الحقيقة بإعلان حمص كلها بكل أحيائها خالي من المسلحين. تمهيدا لإعلان مدينة حمص خالية من السلاح والمسلحين، خروج الدفعة الأخيرة من المسلحين وبعض أفراد عائلاتهم من حي الوعف. مع انتهاء الجولة السادسة من مباحثات جنيف، تساؤلات عن النتائج وملامح المرحلة المقبلة. الرابعة في دمشق، حياكم الله إلى حلقة جديدة من استوديو الحدث. الرئيس بشار الأسد يرسل برقية تهنئة للرئيس حسن روحاني بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الإسلامية الإيرانية. الرئيس الأسد هنأ الرئيس روحاني على فوزه برئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمرة الثانية، وعلى الثقة التي منحه إياها الشعب الإيراني للمضي في تعزيز مكانة إيران ودورها في الإقليم والعالم، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية الإيرانية قدمت للعالم نموذجا يحتذى وتمت بروح عالية من الديمقراطية والمسؤولية. وتمنى الرئيس الأسد للرئيس روحاني والشعب الإيراني الشقيق المزيد من النجاح والعزة والرفعة، مؤكدا على متابعة العمل والتعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بما يعزز أمن واستقرار البلدين والمنطقة والعالم. الناخب الإيراني قال كلمته حيث فاز الرئيس حسن روحاني بولاية ثانية متفوقا على منافسه إبراهيم رئيسي بفارق كبير من الأصوات. سخونة المشهد الانتخابي تؤكد مشاركة المواطن الإيراني وقناعته الكاملة بصنع القرار في السياسة الداخلية والخارجية. روحاني ب14 مليون. بعد معركة انتخابية أقل ما يمكن وصفها بالحماسية، وبعد أن بقيت حتى ساعة متأخرة من الليل، الإصلاحي حسن روحاني يفوز في الانتخابات الرئاسية بإيران. أنصار روحاني من الشباب الإيراني توجوا مسيرة شهر تقريبا من الدعاية الانتخابية لمرشحهم الذي طرح مشروع حكومة الأمل والتدبير منذ عام 2013، حكومة سعت لفتح أبواب الاستثمارات وحققت انفتاحا بإعادة ثقة المستثمرين بالسوق الإيرانية، إضافة إلى توقيعها الاتفاق النووي مع السداسية الدولية. يبدو أن روحاني استطاع إقناع الطبقات الفقيرة في كون حكومته ستلتفت إليهم. الوجه الإيجابي للأجواء الانتخابية تمثل بما عكسه من مساحة كبيرة من الحريات التي مارسها المواطن الإيراني في أجواء الانتخابات. وبعد انجلاء غبار المعركة وإعلان فوز الرئيس روحاني رسميا في الانتخابات، ستعود الحياة السياسية في الشارع الإيراني تدريجيا إلى سياقها الطبيعي. روحاني حاز على الأفضلية بالنسبة للناخب الإيراني، أي أنه في الأساس يترشح بينما يعمل على استكمال تنفيذ خطته القائمة على وعود كثيرة، لا سيما وأن أنصاره يقولون إن الرئيس يستحق 4 سنوات أخرى لتكتمل تجربته وكي لا تكون قد عطلت مسيرته في منتصفها. إذن الإيرانيون اليوم يتبنون نهج روحاني ومشروعه السياسي، والسؤال كيف ستكون حال إيران خلال 4 سنوات القادمة؟
حياكم الله مشاهدينا الكرام لمناقشة هذه الملفات والتطورات. نرحب بضيوفنا باستديو حدث اليوم. معنا هنا الدكتور حسن حسن الخبير العسكري والاستراتيجي. بعد قليل ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من بيروت الباحث في الشأن الإيراني محمد غروي. مساء الخير لضيوفنا الكرام ولمشاهدينا أيضا. مساء الخير دكتور حسن. مساء الخير لك ولجميع السادة المتابعين. كم متوقع أن يفوز الرئيس حسن روحاني بولاية ثانية نتيجة للسياسة الخارجية الناجحة والتطورات الداخلية في أكثر من تفصيل؟ ماذا نقرأ بفوز الرئيس روحاني بولايته الثانية؟ دعنا في البداية أخ حسين يعني نوجه أسمى آيات تبريك لفخامة الرئيس روحاني، وأنا شخصيا أتوجه بأسمى آيات تبريك للشعب الإيراني على هذه الروح المسؤولة، على قدرته على تجسيد المسؤولية من خلال الذهاب إلى صناديق الاقتراع. نحن نتحدث عن عرس ديمقراطي بكل ما تعنيه الكلمة. ما بدنا يعني ما الذي يمكن أن يقوله الآن الإعلام الغربي المضلل الذي يصف بأن الكيان الصهيوني هو عبارة عن واحة الديمقراطية الوحيدة في محيط من الدكتاتوريات. أنا أتحدى أن يكون في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية بمثل هذه الشفافية، وفي الوقت ذاته لا توجد على الإطلاق أي دولة من دول لا أمريكا ولا بقية الدول الأوروبية كانت نسبة المشاركة ذهاب المواطن إصرار المواطن على الذهاب إلى صندوق الاقتراع لممارسة حقه والقيام بواجبه بآن معا، هو حق وواجب. هذا الإحساس بالمسؤولية لا يأتي بالصدفة، هذا يأتي لأنه أصبح جزء من طرائق التفكير، وطرائق التفكير أيضا يعني لا يتم صياغتها ولا تتقولب بشكل عفوي. هناك إذا دل على شيء فيدل على أن العقل الاستراتيجي الإيراني هو الذي يقود هذه الدفة، دفة كيفية الخروج من يعني مجمل التحديات التي لم تعد تواجه إيران وحيدة وإنما تواجه كامل دول المنطقة. وبالتالي نعم قراءة الذاتية كان متوقعا يعني نجاح فخامة الرئيس الإيراني روحاني لسبب أساس، يعني عنوان وجه الصدام الأساسي الذي رفعه الغرب الأطلسي وجه بقراره لخدمة القرار الصهيوني كان موضوع البرنامج النووي. استطاعت حكومة الرئيس روحاني أن تتجاوز هذا المطب، أن تضعه خلف الظهر، أن توقع مع 5+1 على الملف النووي الإيراني. هذا في الاستراتيجية أكثر من إنجاز، هذا في العلم الاجتماع أكثر من إنجاز. وبالتالي إذا يمكن القول بأن فخامة الرئيس روحاني استطاع أن يحافظ على التطلعات المشروعة للشعب الإيراني وأن يجسدها، وحقه في أن يمتلك الطاقة النووية لإغراض سلمي، وفي الوقت ذاته أن تكون لإيران سياستها المستقلة التي لا تقبل على الإطلاق المساس بالسيادة، وأن يعني تمارس أو تتابع تنفيذ دورها الفاعل في قضايا المنطقة. الآن لا أحد على الإطلاق يستطيع أن يقول أن بالإمكان تجاوز الدور الإيراني في أي مفصل، في أي مفصل من مفاصل يعني الأمور الأساسية التي تتعلق بالعلاقات الدولية على مستوى المنطقة إن لم يكن المنطقة وما بعد المنطقة. طيب تسمح لنا نرحب بضيفنا الذي ينضم إلينا عبر خدمة إسكان بيروت الباحث في الشأن الإيراني الأستاذ محمد غروي. أستاذ محمد مساء الخير. مساء النور. يقول الرئيس الأسد للرئيس روحاني في برقية التهنئة التي بعث إياه لها، يقول بأن الانتخابات الإيرانية قدمت نموذج للعالم يحتذى. ويتحدث الدكتور حسن ضيفنا في الاستوديو بأنه ما قام به الإيرانيون هي رسالة كبيرة جدا للمنطقة والعالم بأن هنالك ديمقراطية أفضل من تلك الموجودة لدى الغرب. ماذا تقرأ بفوز الرئيس روحاني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللمشاهدين ولصديقنا العزيز أستاذ حسن حسن. شكرا. وأوافقه جملة وتفصيلا على كل ما تفضل به وسبقني به. طبعا نحن في إيران نتباهى بيوم أمس بالذي حصل في شوارع إيران كافة في 1200 مدينة في إيران وحوالي 40,000 قرية في إيران، حيث استطاع النظام أن يقول للعالم أجمع أننا نستطيع بوقت من الأوقات وفي كل حين أن نقوم بانتخابات بلدية في آن معا في يوم واحد ومحافظات إيران في وقت واحد. هذا إن دل على شيء يدل على أن إيران قادر. نعم. على أن الوطن
في يوم واحد، ونحن شاهدنا أن مراكز الاقتراع فتحت حوالي تقريبا 16 ساعة طوال يوم أمس، وكانت الحشود أخيرا يعني تقف بالطوابير لكي تصوت على من تريد من يعني من المرشحين لهذه الانتخابات. نحن في بداية الأمر نريد أن نقول أن الذي حصل يوم أمس بكل معنى الكلمة، نحن لا نزايد على أحد، نحن نريد أن نقول أن الذي حصل هو يعتبر درسا لدول المنطقة التي ربما لم تشهد انتخابا واحدا في تاريخها. لكن نحن في إيران منذ انتصار الثورة، هذه كانت الانتخابات 38 أو 39 في تاريخ الثورة الإسلامية في إيران، بمعنى أنه في كل سنة نحن كانت تقريبا لدينا انتخابات تجرى في إيران. هذا يدل على أن النظام والشعب هناك تلاحم جدا قوي فيما بينهم، وأن هذا الشعب استفتى، يعني قام بعملية استفتاء على هذا النظام، وهو قال نعم لهذا النظام. والأعداد التي رأيناها اليوم من خلال وزارة الداخلية التي أعلنت أن كان هناك حوالي 41 مليون إيراني ونيف انتخبوا في هذه الانتخابات، هذا والنسبة الاقتراع العالية تدل على أن الشعب الإيراني حيوي، والشعب الإيراني يتابع السياسة، والشعب الإيراني يريد أن يقرر مصيره بيده، ويريد أن يتدخل في كل صغيرة وكبيرة في هذا الوطن. طيب، تبقى معنا ضيفنا أستاذ محمد. أنقل فكرة الدكتور حسن، تذكر وزارة الداخلية الإيرانية كما يقول الأستاذ محمد أن هنالك 41 مليون مواطن إيراني، وأكثر من هذا الرقم بقليل، قد ذهبوا إلى صناديق الاقتراع، وفي هذا رسالة كبيرة جدا لمن حارب إيران ولا زال يحاربها. القرار في إيران ليس هو قرار لحزب أو لسلطة أو لحكومة، هو قرار شعب يجسد في الحكومة الإيرانية، قرار شعب يتخذ قضية، قرار شعب يؤمن أو مستعد لتنفيذ ما يؤمن به، قرار شعب لديه وجهة نظر واضحة، قرار شعب يسير وفق استراتيجية محددة واضحة الأهداف وواضحة المبادئ. لكن فقط بالنسبة لصديقنا محمد، يعني عم بيقول إن والله ما في غير إيران، يعني الدول العربية أو دول بالمنطقة لازم تتعلم. لا أستاذ محمد، يعني اسمح لي، يعني في بالسعودية عنا هي مو انتخابات، انتخابات شبيه بالانتخابات، مسابقة أرشق دجاجي، مسابقة أجمل بعير، أفضل عنزة، يعني كمان هدول، يعني هاي يعني أكبر وأقصى ما يمكن أن تتباهى به الديمقراطية الخليجية للأسف. وفوق هذا وذاك، هذه يعني المهالك البائدة، تلك المشيخات المتصحرة المتجلدة تريد أن تتخذ من الدولة الإيرانية، من الجمهورية الإسلامية في إيران، عدوا لها، تريد أن تريح الكيان الصهيوني لتتخذ من إيران هذا العدو. لماذا؟ لأنهم عاجزون ليس فقط عن يعني فعل شيء، وإنما حتى عن التقليد هم عاجزون، لسبب بسيط، أن العبد والأجير ومن يعني في أعماقه مسلوب الإرادة، من في أعماقه اعتاد أن يزحف، لا يمكن على الإطلاق للزواحف أن تفهم كيف تحلق الطيور في الأعالي، لذلك أمامهم هذا الحقد. نعم، أعود لمضمون سؤالك. عندما نتحدث عن 41 مليون نتحدث عن نسبة مئوية، ولذلك أنا قلت لك أنه لا توجد هذه النسبة من نسبة لعدد السكان الذين يحق لهم الانتخاب، لا توجد مثل هذه النسبة حتى في لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا بريطانيا ولا فرنسا ولا كل الدول التي تدعي بأنها يعني هي التي توزع الديمقراطية أو أنها حامية الديمقراطية. لكن في الوقت ذاته كي نكون موضوعيين أستاذ حسين، يعني مثل هذا التوجه لا يمكن أن يأتي عفو الخاطر، مو أن والله بين عشية وضحاها المواطن فاق جعل باله يروح، لا، لأنه يدرك بأن هذا جزء من الرسالة، رسالة انتمائه لوطنه الجمهورية الإسلامية في إيران، رسالة انتمائه لعقيدته الإسلامية، رسالة انتمائه للقيم الإنسانية السمحة، رسالة اطلاعه بهذا الدور المجتمعي من منطلق الإيمان المطلق بالتكامل ما بين البنى الفوقية والبنى التحتية، ما بين القواعد كرافعة أساسية هي التي تحدد وتفرز وتختار من الذي يتسنم رأس السلطة، وما بين هذه السلطة التي هي ملزمة بالضرورة أن
تتمثل وأن يعني تتقمص أحاسيس ومشاعر وقناعات وطلبات هذه الجماهير أو ما تسمى القاعدة فيكون هذا التكامل. وبمثل هذا التكامل شايفين أن يعني أنا بتمنى فقط يعني من الشباب اللي عم بيتابعونا بأي دولة من دول المنطقة بس نكفي يتركوا العصبية المقيتة تبعهم يشوفوا وين إيران وين بقية الدول. إيران الآن دولة دخلت المجمع الصناعي العسكري الحربي العالمي. إيران اليوم هي في النادي النووي العالمي. إيران اليوم هي رقم واحد على مستوى البحث العلمي في العالم فيما يتعلق بنفقات البحث العلمي. بينما كم ينفق على البحث العلمي في بقية الدول؟ إشارة استفهام ومن طيب. المعيب أحياناً قد يكون من المعيب مجرد ذكر الجواب. طيب أستاذ محمد نعود إليك بعد قليل. في مشكلة لدينا بالاتصال معه. كل وسائل الإعلام الغربية اللي كنا نتابعها بالأمس كانت تغطي الانتخابات الإيرانية لكنها تعرف بأنه لن يكون لك فرق لا بين الرئيس روحاني ولا بين باقي المرشحين في السياسة الخارجية. هذا اليقين بالسياسة الخارجية الإيرانية ماذا يمكن أن يواجه من مصاعب مع الولايات المتحدة الأمريكية لليوم؟ ترامب موجود في السعودية ويحج إليه عدد من أمراء وقادة الدول العربية والإسلامية. طبعا لأنه يبدو بدني نصبه أمير مؤمنين أمير للمؤمنين جديد يعني هو الذي سيعطيهم مبادئ الإسلام وكيفية الإسلام. وكأني بترامب يقول ويصرخ في وجه سلمان وغيره ادفعوا الجزية بكل ما تعني كلمة ادفعوا الجزية. يعني نحن نتحدث يعني ما يتعلق بموضوع هون بدي أميز بين أمرين. لو كان الأمر يتعلق برغبة ترامب أو غيره من مفاصل صنع القرار الأمريكي صدقني يتمنون لو أن بإمكانهم أن يجعلوا إيران هباء منثورة لم يترددوا لحظة واحدة. لكن على أرض الواقع ما هي قدرتهم على تحمل التداعيات في أي تصعيد هذا موضوع آخر. وهذا ما أرغم ترامب وغيره على كلنا بنعرف السقف العالي الذي رفعه ترامب في خطابه أو في حملته الانتخابية سيلغي الاتفاق النووي وسا ماذا كانت النتيجة؟ مزيدا من الجعجعة مزيدا من الأصوات العالية. لكن مع أيضا مشان ما يكون نحن عم نحكي بالطاحون لو يدرك ترامب والمستشارون حول ترامب ومفاصل صنع القرار أن النتائج التي قد تترتب على إمكانية وعد الاتفاق الذي تم توقيعه لما ترددوا لحظة واحدة. لكن هم يدركون بأن المنطقة برمتها يعني أمام ستذهب نحو المجهول. وهنا ما بعرف إذا ضيفك بدك تاخده شايفك مرتين لأنه في فكرة بدي أوقف عندها بهذا الاتجاه. تفضل. طيب يبدو أن أرجع عنا الأستاذ محمد مرة أخرى. أستاذ محمد كل وسائل الإعلام الغربية أسأل ضيفنا في الاستوديو بالأمس كانت تغطي الانتخابات الإيرانية لكنها كلها تدرك بأنه لا يوجد هنالك فرق بالسياسة الخارجية الإيرانية لا للرئيس روحاني ولا باقي المرشحين. طبعا أنا أصحح معلومة أن يا ريت كل القنوات الإعلامية كانت تغطي يوم أمس ما حصل في إيران بمصداقية وبمهنية عالية. نحن لا هي المصداقية والمهنية نسيناها من زمان مع هذه الوسائل أستاذ محمد. طبعا طبعا نحن يعني كنا نلاحظ كافة القنوات إن غطت الموضوع الإيراني فهي غطته بسلبية يعني كاملة. وهي كانت دائما تقول أن ما يجري في إيران هو لا علاقة له بالديمقراطية ولا علاقة له بشيء. لكن هذه نفسها هذه القنوات التي تمول بالأموال البترودولار وغيرها نحن لم نشهد انتخابا واحدا في دولهم. حتى أنا منذ كم يوم كنت على قناة يعني خليجية وقلت لأحد الضيوف كان معي على الهواء مباشرة قلت له هل أنت كخليجي هل رأيت صندوق انتخاب واحد في حياتك؟ هل تعرف كم هو يعني الصندوق؟ هل هو مربع أم مستطيل أم ماذا؟ أم أنكم تذهبون إلى ما يسمى بصناديق البيعة وما إلى هنالك وينصبون لهم صور الملك أو الأمير ويبايع الصور من هنا وهناك؟ نحن في إيران يوم أمس شهدنا يعني ملحمة سياسية إن صح التعبير. الشعب الإيراني بكافة أطيافه وبكافة ألوانه وبكافة مذاهبه وبكافة لغاته ذهب إلى صناديق الاقتراع وقال نعم بالدرجة الأولى لهذا النظام ومن ثم قال نعم لمرشحه الخاص الذي حتى ليلة أمس يعني واقعا وحقيقة أنا أقول ذلك أن نحن في إيران
حتى ليلة أمس لم نعرف من هو الرئيس، لا نعرف من الرئيس. كافة الاستطلاعات كانت تقول أن كفتي الميزان فيما بين روحاني وبين السيد رئيسي كانت متقاربة جدا، والشعب الإيراني كان ينتظر بكافة ما يملك من وسائل حتى يسمع اليوم أن الرئيس روحاني هو الرئيس. لكن من يريد أن يعادي إيران هو لديه كافة الكلام الفارغ اللي يقوله. يعني أنا أقول لك يا حبيبي القلب، لو فاز السيد رئيسي في هذه الانتخابات وأصبح هو الرئيس، لقالوا أن الإيرانيين قمعوا الإصلاحيين وجاءوا بالمحافظ المتشدد وإلى آخره ليأتي إلى سدة الحكم. لكن نحن رأينا أن الإصلاحي جاء إلى هذا الحكم وهم لم يعترفوا أيضا بهذا. يعني هم دائما يظلمون الشعب الإيراني ويظلمون النظام الإيراني بسياساتهم الخاطئة، التي بدل أن يتعلموا من إيران ومن سياسات إيران كيف يتحكموا للشعب في كافة أمور السياسة الداخلية والخارجية. هم دائما يقولون أن النظام ديكتاتوري والنظام كذا وكذا وكذا. نحن في إيران أعطينا لدول المنطقة، ولا أريد التسمية، درسا في الديمقراطية الإسلامية. نحن لا نقول أننا ديمقراطية كالديمقراطيات التي نراها في الغرب، نحن ديمقراطية إسلامية تحتكم للشعب بكافة مقدراته. طيب تبقى معنا أستاذ محمد بدقيقتين، لديك فكرة دكتور حسن حتى أنتقل إلى الملف الثاني؟ طبعا كنت بدي أحكي عن هذا الموضوع بالذات، يعني الأمريكي وما يطرحه باتجاه وما ينفذه باتجاه آخر، ما يريده يعني أمر وما يستطيع تحقيقه أمر، بغض النظر أن أمريكا ما تزال يعني الجبروت الأكبر وإلى آخر ما هنالك. اليوم صحيفة موسكوفسكي كامسومولتس نشرت مقال لكاتب أمريكي اسمه مايكل بوم. ما الذي يقول فيه؟ يقول أن البديل الوحيد للتسليم بالزعامة الأمريكية على العالم هو سطوة الإرهاب. خير إن شاء الله. إذن يا روسيا يا بقية دول العالم، أنتوا عندكم أمرين، إما بتسلموا أنه أمريكا ما تزال الزعيمة للعالم وممنوع الانتقال من نظام أحادي القطبية إلى نظام جديد، وإما البديل هو الإرهاب الذي سيعم العالم. ألا يعني هذا الكلام اعترافا رسميا ضمنيا واضحا صريحا جهارا عيانا نهارا بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي راعية الإرهاب وهي التي تستثمر بالإرهاب؟ شو الفرق ما بين هذا التصريح أو مثل هذا الكلام وما بين تهديد أردوغان للغرب الأطلسي لدول أوروبا بأنه إذا ما بتنفذوا اللي وفق ما يطلبه أردوغان فإن يعني ما يسمى ما أسماهم يعني المهجرين أو عبارة عن قنابل موقتة سيصدرها للخارج. ما الذي يميز هذا عن تصريحات أردوغان ذاته وتهديداته سواء كان لروسيا في السابق أو للصين بأن لديه يعني أعداد كبيرة سواء كان الإيغور أو غيرهم من يعني هم جاهزون كما يقال تصعيد وإشعال النار في هذه الدولة أو تلك. إذن نحن أمام واقع قائم، الولايات المتحدة الأمريكية لا إدارة ترامب ولا إدارة أوباما. لو كان بإمكانها أن تعيد إيران وكل من يقول لا للسياسة الأمريكية إلى عصور ما قبل الحجرية لما ترددت لحظة واحدة، لكن على أرض الواقع هناك واقعية علمية واقعية سياسية واقعية اقتصادية واقعية دبلوماسية فرضتها إيران ومحور المقاومة، وليس أمام تلك الدول إلا التسليم بهذه الواقعية بغض النظر من هذا يتطلب دفع ضريبي، لكن ثبت على أرض الواقع أن أطراف المقاومة هم الأقدر على دفع مثل هذه الضريبة. طيب تبقوا معنا ضيوفنا الكرام دكتور حسن والأستاذ محمد، فاصل ونعود مشاهدينا الكرام. مسيرة المصالحات والتسويات تمضي في الاتجاه الصحيح وتزداد ترسيخا يوما بعد آخر، وها هو حي الوعر في حمص يقطف ثمار التسوية مع بدء خروج آخر دفعة من المسلحين وبعض عائلاتهم. في دمشق أيضا يتم تنفيذ المرحلة الثالثة من التسوية في برزة لتنضم هذه المنطقة إلى غيرها من المناطق التي تم إنهاء الوجود المسلح فيها ودون انتظار لنتائج جولات جنيف. ترتسم ملامح المصالحات التي تنعكس على الأرض بشكل إيجابي على كل المجالات.
على مدى الشهرين خلال تنفيذ اتفاق والذي كان بدأ تطبيقه واستكمال تنفيذ المرحلة الثالثة من اتفاق حي الوعر بدأت في 18 من نيسان الشهر الماضي، كما ذكرنا خرج 11 دفعة، اليوم هو خروج الدفعة الأخيرة. واليوم يوم تاريخي الحقيقة بإعلان حمص كلها بكل أحياء خالي من المسلحين. اليوم نفك أسر الوعر وأعيد أهل الوعر للوعر، ونحن الحقيقة في مرافق هامة بالوعر بدها تعيد للعمل تحت سلطة الدولة، بتفوت الدولة عليها بتعيدها للعمل. عندنا القصر العدلي، عندنا مستشفى البر، عندنا كثير من الخدمات نحن ناطرين لإعادتها للخدمة لخدمة المواطنين. تجربة ناجحة كبيرة جدا في هذا القطاع، بعد أن كانت في هناك تجارب أخرى في محافظة حمص كما حصل في حمص القديمة وقبلها في تلكلخ وقبلها في كثير من المناطق والمحافظة التي تم فيها. تزامنا مع عملية خروج المسلحين كان هناك عدة إجراءات من بنود اتفاق حي الوعر، ومنها كانت عملية تسوية المطلوبين والمسلحين من حي الوعر، حيث وصل عدد الذين تم تسوية أوضاعهم أكثر من 1200 مسلح، بإضافة أيضا إلى تم تسليم بطاقة كف البحث إلى أكثر من 900 شخص من أبناء حي الوعر، وما تزال المطلوبين والمسلحين، وما تزال عملية تسوية أوضاع المسلحين مستمرة حتى هذه الأيام، وستستمر أيضا لاحقا ما بعد خروج المسلحين من حي الوعر وإعلان حي الوعر آمنا خاليا من سلاح المسلحين إن شاء الله. أرحب مرة أخرى بضيفينا الكريمين بالاستوديو، دكتور حسن حسن الخبير العسكري والاستراتيجي، وعبر قمة سكايب من بيروت الأستاذ محمد غروي الخبير بالشأن الإيراني. مساء الخير لضيفي الكريمين. خليني أبدأ معك أستاذ محمد، هذا الملف لأن التسويات والمصالحات كان لها صدى كبير جدا داخل سوريا، خارج سوريا لا نستمع إليها، لا أحد يتحدث بها، وهنالك من يرى بأن العصابات التي راهن عليها كثيرا داخل سوريا بدأت بالتفكك. دمشق الآن الحمد لله لم يتبقى فيها سوى في جزئها الشمال الشرقي جوبر، ومن ثم مخيم اليرموك في الجنوب، باقي المناطق تم تسوية الأوضاع فيها. ماذا تقرأ بهذا الملف؟ طبيعة الحال نحن في إيران دائما ننظر إلى ما يجري في سوريا على أنه حرب كونية جرت على سوريا وحرب عالمية بإشراك كافة دول العالم في هذه الحرب ضد سوريا نظاما وشعبا. هذه الحرب ليست فقط على النظام إنما على الشعب، لأننا رأينا أن منذ يوم الأول من ما يسمونه الثورة حصل هناك بعض العقوبات على سوريا، وهذه العقوبات هي بالدرجة الأولى على الشعب السوري ليس على النظام بالدرجة الأولى. لكن هذه ما يسمى بالمصالحات وما يسمى بالتسويات، هذه ننظر إليها نحن بإيجابية كبيرة، وإيران تنظر إليها بإيجابية كبيرة، لأنها بالدرجة الأولى هي تحقن دماء الشعب السوري، وهي تجعل من المصالحة طريقا للحل ليس العسكرة، وهذا ما دعمته إيران منذ البداية، وكانت تقول أن ما يمكن أن يحل بالمصالحة وسياسيا وبالكلام الجيد وإلى آخره، نحن ندعمه ونحن ضد أي حرب تجري في سوريا، لكن هم أرادوا أن يستعملوا طريقة السلاح وطريقة العسكرة ويدخلوا كافة أنواع السلاح وكافة المرتزقة من أنحاء العالم كافة ليحارب بها الشعب السوري. هم دخلوا في هذه الحرب فكانت سوريا لهم بالمرصاد، ودافعت حتى آخر لحظة، وهي ستدافع حتى آخر جندي أو مرتزق على أراضي سوريا. ونحن في إيران أيضا سواء جاء الرئيس روحاني أو انتخب رئيس محافظ في هذه المرحلة، الشعب الإيراني والنظام الإيراني سيظل يدعم الشعب السوري
في مكافحة الإرهاب الذي يدعي العالم أنه يريد أن يدخل في هذه المرحلة، وما رأيناه من تصريحات أمريكية وخليجية، وخاصة أن اليوم نرى أن الأمريكي ترامب وصل إلى دول الخليج الفارسي لكي يعطيهم بعض الدروس في موضوع يعني في ما بين مزدوجين محاربة الإرهاب. هم من أسسوا الإرهاب، هم من دعموا الإرهاب في هذه المنطقة، وجاءوا اليوم بكل وقاحة وبكل صلافة يقولوا أننا نحن جئنا لكي نجد طريقة لنحارب داعش وما إلى هنالك. من حارب داعش في هذه المنطقة هو الجيش السوري، من حارب الإرهاب في هذه المنطقة هو الإيراني والعراقي ويعني شرفاء هذه المنطقة ليس إلا. لكن الأمريكي نحن نراه يقصف من هنا وهناك، يوما يقصف الجيش السوري ويوما يقصف الجيش العراقي ويوما يقصف الحشد الشعبي المقدس وما إلى هنالك. نحن نرى أن ما يجري من مصالحات وما حصل في برزة وما حصل أيضا في حمص وحلب وما إلى هنالك إنما تصب في مصلحة النظام والشعب في الدرجة الأولى. وإن شاء الله يعني هذه الطريقة تنسحب على باقي المدن السورية لكي لا نشهد مزيدا من الدماء على هذا الوطن الغالي للشعب الإيراني، لأن مزيدا من الحروب سيكون فيها مزيدا من الخراب والدمار والآثار الاقتصادية وما إلى هنالك. كفى هذا الشعب السوري دفعا للدماء، كفى هذا الشعب السوري أن يدفع باقتصاده وبجماله لهؤلاء، كفى. نحن نريد أن نقول أن ما يمكن أن يحصل سياسيا من مصالحات على الأرض يجب أن ندخل بها ولو يعني طالت الأمور، لأن الطرف المقابل لا عهد له ولا ميثاق له، وما رأيناه في أستانا وفي جنيف وكل التي يعني العهود التي وصلنا إليها وتم الإمضاء عليها من الجانب التركي أو غيرها من الأطراف المسلحة، نحن نرى أنها يعني تكون بمثابة حبر على ورق، وهم يخرقوا هذه الاتفاقات كل يوم، وهم لا يريدوا أي مصالحة، وهم لا يريدوا، هم أرادوا منذ البداية إسقاط النظام، وقالوا هذه المقولة، وحتى اليوم لم يستطيعوا أن يزحزحوا هذا النظام، لأن الشعب السوري يريد هذا النظام، لأن دول المنطقة تريد هذا النظام، وهذا أصبح معروفا، كل دول المنطقة أصبحت تعرف أن البديل عن هذا النظام هو الدمار والخراب والإرهاب وما إلى هنالك. هم أصبحوا يعرفوا أن بديل هذا النظام هو الإرهاب، لذلك هم يهرولون إلى المصالحات ويهرولون إلى الاتفاقات التي هم أيضا يعني للأسف ينقضوها في لحظة وضحاها. طيب تبقى معنا أستاذ محمد. خليني أبدأ أولا دكتور حسن بالوعر، إن شاء الله اليوم وغدا صباحا تستكمل الدفعة الأخيرة من المسلحين وبعض عائلاتهم التي خرجت وتخرج إلى جرابلس وإلى إدلب. ماذا يعني عودة حمص خالية من دون سلاح، عودتها إلى الأمن والأمان؟ لم يتبقى فيها سوى الريف الشرقي والشمالي، لكن كمدينة حمص غدا صباحا إن شاء الله تعلن خالية من السلاح. الحقيقة الحديث عن المصالحات التي تتم بسوريا بشكل عام يعني بعض الخصوصية، وللحديث عن المصالحات في حمص خصوصية الخصوصية. علينا ألا ننسى بأن أولى خطوات المصالحات المحلية بدأت في حمص، في إخراج المسلحين من حمص، أحياء حمص القديمة المدينة. لكن ما الذي سبق ذلك؟ سبق ذلك نقطة، أمر واحد، أمر أساسي جوهري، لا أدري لماذا يعني يتم أحيانا الآن بجوز بمرور السنوات عم ينساه البعض. سبق خروج المسلحين من حمص القديمة قبول المسلحين، أرغام المسلحين وأرغام أسيادهم على الخروج من أحياء حمص القديمة، ما تطهير باب عمرو. عندما نتحدث أستاذ حسين عن هذه الحرب كما تفضل ضيفك الكريم ووصفها بأنها شبه كونية على الدولة السورية، أنا وجهة نظري الشخصية أن تطهير باب عمرو كانت نقطة الذروة التي بدأت فيها الدولة السورية باستعادة زمام المبادرة وبانطلاق
عجلة الحسم أو مرحلة الحسم حتى. نعم. والحسم كان على عجلتين، عجلة الحسم الميداني وعجلة الاستثمار في هذا الحسم الميداني من خلال الإنجازات الإنجاز المصالحات. لذلك نعم، قراءتي الذاتية أن المصالحات في كثير من الأحيان قد تؤدي دورا لا يقل على الإطلاق ميداني، وفي بعض الأحيان يتم يتفوق لأنه يوفر الدماء ويوفر الجهود ويوفر البنية التحتية وإلى آخره. لكن يقيني المطلق أنه على امتداد الجغرافيا السورية لا في حمص ولا في غيرها نعم. لم يتم التوصل إلى مصالحة واحدة أو إلى تفاهم واحد أو إلى اتفاق واحد إلا تحت ضغط الحذاء العسكري، البوط العسكري بكل ما تعنيه الكلمة، الإنجاز العسكري أمام. فلذلك أي إنجاز في المصالحات هو مكسب للدولة السورية، لكن الحافز الأمبلس الذي يعطي هذا التوجه الدافع والزخم المطلوب هو من خلال الإنجازات الميدانية. هل كان لمسلحي الوعر أن يعني بعد هذه السنوات أن يقبلوا بالخروج إلا عندما تيقنوا بالمطلق أن المشغل إقليميا كان أم دوليا، أن الممول، أن المسلح هو في تآكل من قدراته وإمكانياته على الاستمرار بتمكينهم من البقاء حيث هم؟ أمام هذا الواقع كان يعني التوصل إلى هذه المصالحة. ونضيف أيضا بعض المظاهرات اللي خرج فيها أهالي المناطق التي تم فيها تسوية المصالحات. وكن على يقين أستاذ حسين ما في منطقة على الإطلاق، على الإطلاق بكل امتدادات الجغرافيا السورية يسيطر فيها المسلحون، لو كان بإمكان المواطن السوري لولا الخوف على الحياة والخوف قبل الحياة على العرض على العرض، لأنهم يعني يتاجرون ويهددون بانتهاك الأعراض والخوف على الأطفال وهو لما كان على الإطلاق يعني يمكن مواجهتهم في أي مكان إلا من خلال هذه الخروج والمظاهرة. لا، الدليل الأبرز والأهم والأشهر بعد أن خرج بعض هؤلاء بعض عائلاتهم باتجاه سراقب عاد قسم منهم. لماذا؟ لا. طيب بدي أسأل سؤال، لو كان أي من حمل السلاح لديه فقط أدنى مقومات الاحتكام إلى العقل أو لديه قناعة بأن فعلا هذه الدولة ظالمة، هل كان بعد أن يصل إلى سراقب أو إلى غيرها يعود إلى حيث كان؟ يعود بنقطة بحال وحدي، لأنه أصبح على يقين لأنه كان يكذب على نفسه عندما حمل السلاح في وجه الدولة، وأنه كان يعني قد وقع في، وإن كان أنا ما كثير بتريحني كلمة المغرر بهم بعد 7 سنوات على الأطلاق لا وبتأذيني شخصيا، لكن في نهاية المطاف هذا واقع. هذا واقع قائم. أستطيع القول أنه بإعلان الوعر يعني بتطهير الوعر تمام هذا إن شاء الله اليوم وغدا. تصبح اليوم وغدا تصبح كامل مدينة حمص خالية من السلاح والمسلحين. شو يعني كامل مدينة حمص؟ يعني المركز الأساس، يعني المنطقة الوسطى، مركز المنطقة الوسطى يلي تشمل محافظتي حمص وحماة، يلي عندما أقول مدينة حمص أقول نقطة الارتكاز الأساسية والاستناد الأساسية التي كان من خطط لهذه الحرب يحلم بأن تكون من خلال الانطلاق من حمص أو اعتماد حمص كمنصة كقاعدة تمركز وتجميع وانطلاق تشظية سوريا، تقسيم سوريا، يعني تقسيم تقطيع أوصال سوريا من خلال كونها طيب. بحكم الحتمية الجغرافية التي يعني تفرز بأنها حمص في وسط سوريا، وبالتالي كان يعول على أن تبقى المنطلق للتوجه موجات متتالية من الإرهاب نحو الغرب والشرق والشمال والجنوب. الحمد لله كل هذا أصبح وراء ظهر. طيب في نقطة جدا مهمة أستاذ محمد يتم الحديث عنها، وخليني أتحدث بالأرقام. حي الوعر يتسع إلى مئات الآلاف من الساكنين من المواطنين، ما يتواجد فيه قبل أن يتم هذه التسوية بعد أن هجر كثير من الإرهابيين لأهالي هذه المنطقة، 40,000 أكثر من 40,000 شخص موجود في حي الوعر، 3,000 مسلح فقط مع عائلاتهم، الرقم يمكن وصل إلى 10,000، خرجوا إلى إدلب، خرجوا إلى جرابلس، البقية اختاروا أن يبقوا، عدد كبير من المسلحين تم تسوية أوضاعهم، ليس فقط في هذه المنطقة، نتحدث عن المعظمية التي لم يغادر أهاليها، دارية التي خرج جزء من المسلحين ويتم الآن إعادة الخدمات إليها، إن شاء الله يعود إليها أهاليها قريبا، كامل الوادي بردة، تم بقاء أهالي تلك المناطق فيها، لم يغادروا سوى بعض المسلحين، ماذا يعني ذلك في التحليل السياسي؟ هذا يعني أن النظام وما يتهم به إيران وحزب الله أنها لا تسعى لتغيير ديموغرافي، أنها تريد
لأهالي المنطقة الحقيقيين ليس المسلحين. ونحن رأينا أن الأهالي الحقيقيين الذين يعني أنا أقول وخاصة أستاذ حسن لا يقبل بمصطلح المغرر بهم، لكن أقول أن حتى الآن هناك بعض المغرر بهم لأن المال والإعلام وما إلى هنالك جعلهم يذهبوا إلى هذا إلى ما ذهبوا إليه، لكن من غرر به في هذه المرحلة السابقة كانت هذه المصالحات وهذه التسويات هي الفرج بالنسبة له، وهو بقي في بيته إن كان هو من سكان هذه المناطق. وهذا أيضا يرد الشبهة لكل الذين كانوا يقولوا أن إيران تريد تهجيرا ديموغرافيا وإيران تسعى لاختلاق بعض المناطق لبعض المذاهب المعينة وما إلى هنالك، وأيضا اتهمت حزب الله بهذه الأكاذيب. لكن هذه المصالحات والاتفاقات في برزيا وغيرها تثبت العكس تماما، أن النظام جعل من أهالي هذه المناطق أن يبقوا في بيوتهم فيما لو أرادوا، والمسلحين من أصحاب هذه الأرض أن يبقوا ويسلموا سلاحهم وتسوية أوضاعهم. هذا خير دليل على ما كانت إيران دائما تقول، أننا لا نسعى إلى تغيير ديموغرافي وأن ليس لدينا أي مطامع في الأرض السورية، إنما نحن جئنا كمستشارين لمساعدة النظام في محاربة الإرهاب ليس إلا. طيب برزة دكتور حسن، خروج الدفعات الثالثة اليوم من المسلحين مع بعض عائلاتهم، ماذا يعني أن تكون دمشق بهذه الجزء بالتحديد، أن يكون هنالك كان محاولات للهجوم على دمشق طبلوا وزمروا، وكان هنالك ربما اتفاقات ما بين المسلحين المتواجدين في القابون وفي الغوطة الشرقية، ماذا يعني خروج المسلحين من القابون أولا من تشرين ثانيا والآن من برزة؟ ليس ربما، بكل تأكيد كانت يعني القابون هي الممر، السلال الغذائية والدعم اللوجستي والتسليحي والبشري من ما بين الغوطة الشرقية وما بين يعني برزي أو بقية الأحياء. عندما نتحدث عن برزي نعم قد يكون بخروج، لا أدري إذا كانت هذه هي الدفعة الأخيرة، ليس هناك ما يشير إن كانت الدفعة الأخيرة أو لا، لكن بإتمام تطهير برزي بإتمام خروج المسلحين من برزي بالإعلان رسميا عن القابون منطقة خالية من المسلحين، أستطيع القول بأن بوابة التسليح أو الإرهاب المسلح المنتشر في بقية بلدات الغوطة الشرقية أصبحت يعني مغلقة بالمطلق بإعلان القابون منطقة خالية من السلاح والمسلحين. هذا يعني أن النافذة التي يطل منها المسلحون باتجاه دمشق أصبحت مغلقة، اللهم إلا إن كان قد يكون هناك بعض ما يزال بعض الأنفاق التي يمكن يعني إن لم يتم اكتشافها اليوم قد تكتشف غدا أو بعد غد إلى آخر ما هنالك، لكن بالإجمال إمكانية التحرك أصبحت في حدودها الدنيا. وقراءتي الذاتية وهذا ما قلته أكثر من مرة على الشاشات أنه بتطهير القابون وبرزي يتم تجاوز من 50 إلى 60% من الانتصار في معركة مواجهة الإرهاب فيما تبقى من أحياء الغوطة الشرقية سواء كان في حرسة في دوما. شو السبب؟ لأنه كما قلت لك هي الرئة التي كانوا يتنفسون منها، يعني اللي كان يمر على الطريق كان يشوف أنه كيف السيارات يوميا كانت تطلع سيارات، بتحس 4-5-6 سيارات خضراء، سيارة محملة بندورة لحالها، سيارة محملة خيار لحاله، فواكه لحاله، كل سيارة. طيب لوين رايح؟ تكفي كانت هذه السيارات لعشرات أضعاف الساكنين فيه، عشرات إن لم يكن أكثر أضعاف. وين ما تروح؟ وين عم تختفي؟ الآن كل ما له علاقة بهذا الكلام لم يعد ممكنا. إمكانية التوجه أو إمكانية أن يعني إحداث اختراق، إحداث يعني المراهنة على بعض الانتحاريين أصبحت ما بعد الأوتستراد. إذن إمكانية القيام بأي عمل يترك أثر على أرض واقع في لم تعد موجودة. هذا الانهيارات أو تطهير برزي والقابون يقابله
انحسار في القدرة الأمريكية بغض النظر عن العربد الأمريكي من ضربة هنا أو ضربة هناك أو ارتفاع للصوت أو تنسيق هنا أو شكل من أشكال الحرب النفسية، كل هذا واقع. لكن هم يدركون، والقادة الميدانيون لهؤلاء المسلحين يدركون بأن الدور الأمريكي في تراجع، في انحسار، في تآكل. وهذا يعني عندما أقول الدور الأمريكي يعني الدور مشغلهم. لما شو إذا الدور الأمريكي بتأكل، شو بده يكون الدور السعودي أو الدور القطري أو الدور التركي؟ في تلاشي بالمطلق. إذا أمام هذا الواقع الجديد يمكن القول بأنه يمكن البناء كثيرا على ما حدث في برزي وعلى ما حدث في القابون بعد إتمام يعني هذه المصالحة التي تم الحديث عنها. نحن نتحدث عن عودة تدفق الشريان الأساسي، الطريق الأساسي، دمشق، أوتوستراد دمشق، حمص، اتجاه سواء كان المنطقة الشمالية أو المنطقة الساحلية أو المنطقة الشرقية. نتحدث عن كل كم من الجهد الذي يتحمله المواطن أو المقاتل أو غيره بالانتقال، بدل ما يروح خلال 3 دقائق يكون من دوار البانوراما باتجاه بعد ضاحية الأسد ما بين نعم أو عند جسر بغداد، نعم، ياخذ له شي ساعة، ساعة ونص حتى هو يطلع. يعني كل هذا الكلام يوفر الكثير من الجهد، يوفر أيضا في العامل البشري المقاتل النوعي. يعني نحن في مثل هذه الحرب بحاجة للمقاتل في أي معركة، وبالتالي المقاتلين الذين كانوا يعني مكلفين بمهمة منع تمدد هذا الإرهاب. حدا منا بينسى كيفية محاولة الاختراق والاقتراب باتجاه العباسيين؟ لو لم يكن الجنود هناك أكثر من أسطوريين بكل ما تعنيه كلمة أسطورة، أكثر من أسطوريين، لو يكونوا عمالقة بكل ما تعنيه الكلمة، لكنا في واد آخر. كان محاولة الدخول إلى العباسيين من أخطر الصفحات التي في هذه الحرب، ومع ذلك استطاع المقاتل العربي السوري ورجال المقاومة من يقف معه في غضون ساعات أن يسترد زمام المبادرة وأن يعيد الأمر إلى ما كان عليه. هنا كانت أمام الوصول إلى هذه القناعة أنه على الرغم من الأعداد الكبيرة التي تم الزج بها، كانت النتيجة الواحدة العنوان الأبرز هو ارتفاع نسبة القتلى في صفوفهم، تناسب طردي ما بين عدد القتلى وما بين عدد المهاجمين. أمام هذا الواقع أستطيع القول نعم، الآن يمكن المناورة بالمقاتلين الذين كانوا منتشرين في تلك المنطقة ومكلفين بمهمة منع انتشار الإرهاب في القابون وبرزي، للمناورة بهم في مكان آخر، في جبهة أخرى، باتجاه آخر، وهذا ما يحدده القادة الميدانيون. طيب أستاذ محمد، بخصوص ما يجري في الغوطة الشرقية واتصال الغوطة الشرقية بالمناطق التي تم إخراج المسلحين منها، لم يتبقى سوى القليل في برزة والاتفاق مستمر في هذا الشيء، هل السعودية خسرت أوراقها في تلك المناطق من خلال الإرهابيين الذين بالفعل يقول الدكتور حسن في بداية هذا الملف لولا الانهيار وأدراك هذا المسلح بأنه لم يعد من يشغله في الخارج على أن يزوده بالسلاح أو بالمال أو مقومات القتال أو حتى الدعم السياسي لما قام بتسليم سلاحه وارتضى بأن يخادر خارج هذه المنطقة؟ طبعا بطبيعة الحال هم في البداية يعني أحسوا بضعف شديد، هم ذهبوا إلى جنيف نتيجة هذا الضعف، ومن ثم جنيف 1 و2 و3 حتى وصلنا إلى موضوع أستانة. هم كانوا هذا موضوع أستانة جاء من بعد موضوع حلب وبعد خسارة حلب، وأيضا أستانة 2 وبعض يعني كل هؤلاء أصبحوا يدركون أن الموضوع العسكري ليس من ورائه طائل، وأن الموضوع العسكري سوف لن يستطيعوا أن يحتموا به في الميدان. هم ذهبوا لكي يعني يناوروا ويروا ماذا سيحصلون عليه من خلال المفاوضات، والنظام السوري كان دائما يقول نحن نعم مع المفاوضات، مع الجلوس على طاولة واحدة لكي نحل مشاكلنا فيما بيننا، ولكن هم تأخروا في ذلك. يعني الطرف الآخر كان متأخرا، لكن النظام منذ البداية كان متعاونا كل التعاون، وكان دائما يقول نعم لجنيف، نعم لأستانة، نعم لكل قرارات يعني ما يتقابل أو ما يقبل عليه كل الأطراف فيما بينهم سواء في جنيف أو أستانة. وما نراه اليوم في المعظمية أو عفوا في برزة وغيرها إلا دليل إضافي على ما كان يقوله النظام والنظام في إيران، على أن المصالحات هي الطريقة الأمثل، على أن المصالحات هي التي تحكم الشعب السوري، دماء الشعب السوري، ويجب أن نكمل في هذا الطريق ولو تأخرنا بعض الشيء، ولو كان هناك بعض الدماء من الجيش وغيرهم، لكن
أنا برأيي ما يحصل اليوم وسيحصل في المستقبل القريب إن شاء الله هو الذي سيضمن مستقبل سوريا، هو سيضمن ما تبقى من اقتصاد لسوريا، هو سيضمن ما تبقى من جيل شاب لهذه يعني لهذه الدولة ولهذا النظام، لأن ما دفعناه كان ثمينا جدا في المرحلة السابقة، ولا شيء يستحق أن نقدم المزيد سوى أن الشعب السوري يريد الحرية ويريد العيش بسلام في دولته التي انتخب هذا النظام هو بنفسه. ما تريده إيران هو هذا، ما تريده إيران منذ البداية هو هذا، لا يعني لا تريد أكثر من ذلك. والنظام أيضا الحلفاء من روسيا والصين وحزب الله أيضا هم مجتمعون على هذا الموضوع، أن الحل لا يجب أن يكون عسكريا، إنما الحل يجب أن يكون سياسيا بامتياز. نعم. طيب قبل أن أعود إلى ملفاتنا، يقول البيت الأبيض مشاهدينا الكرام الآن بأن السعودية والولايات المتحدة يوقعان عقود تسليح بقيمة 110 مليار دولار، وتقول أيضا الولايات المتحدة بأن هذه الصفقات ستدعم أمن الخليج في مواجهة التهديدات الإيرانية بين قوسين طبعا والإرهاب في المنطقة. راح أحاول أخذ جزء من هذه التفاصيل لكن بعد قليل إن شاء الله. عود إلى الملف الميداني، ملف التسويات والمصالح. لا الله يخلينا بهذا يعطيني أي متابع تهديد واحد أطلقته إيران أو غير إيران تجاه دول الخليج. طيب إذا إيران تقول افتحوا إيديكم أنا فاتحت لكم إيدي ومستعد تعاون معكم بما في ذلك، بما في ذلك في الفتوحات العلمية التي توصلت إليها، إذا كنتوا أنتوا عبيد عند إسرائيل، وبالتالي شو هي التهديدات اللي بتواجه دول الخليج؟ هذا عبارة عن بقرة حلوب مصر ترامب على أن يعتمد أو أن ينظر إليهم جميعا على أنهم ظهر يركب وضرع يحلب، وهم مصرون مبسوطين الشباب مكيفين. طيب. والله ترامب عم يجي لعندهم يضحك عليهم ويشلحهم مصرياتهم وهم عم يضحكوا في نهاية المطاف. مثل هذا ان دل على شيء برابو عليه الا ترامب، وبرامبو على الاسرائيليين على الصهاينة. كي نكون موضوعيين خلينا نستفيد من افكار عدونا او من طريقة عمل العدو. لو لم يكن الفكر بغض النظر انه فكر استعماري وفكر يعني غير مقبول، لكن استطاع ان يفهم طريقة التفكير المتخلفة البائدة لأشباه الرجال لأشباه البشر، وأن يسخر كل إمكانيات السعودية ودول الخليج باتجاه يعني خدمة مصالحه. أنا بدي أسأل، لو 10% 10% فقط أو 5% من الأموال التي خصصت في العشر سنوات الأخيرة لشراء الأسلحة السعودية والخليجية من مختلف المصادر تم 5% أو 2%، لكان في عندك لا أمية ولا سرطان، ولا كان في عندك يعني كان إمكانية المعالجة قائمة، كل ما له علاقة بهذه يعني الأمراض المستعصية وأنه خارج قوسين. لكن للأسف وعلينا أن نكون موضوعيين، هؤلاء أصحاب أدوار وظيفية ليس بإمكانهم على الإطلاق إلا أن يبقوا بهذه الأدوار الوظيفية. الصغير ما بيكبر، الصغير متفصل له عبارة عن قميص، بس يحاول يكبر بيطق جلده، بيطق ما بيقدر، وبالتالي غير مسموح لهم أن يمشوا إلا في هذا الإطار. لذلك الآن بتوقع عن اليوم إذا كان الملك سلمان صف لهدول الزعماء اللي بيسموا حالهم زعماء عرب ومسلمين، وقدم له الصف لترامب إنه جاهزين، عبيدك جاهزين لتنفيذ الأوامر. إسا شوي لسه ما بلشوا. طيب خليني أعود إلى الملف الميداني. طبعا برد الإرهابيين على التسويات والمصالحات والتقدم الذي يجري، لدينا 15 شهيد وأكثر من 63 جريح فقط في دير الزور بالاستهدافات اللي يقوم فيها تنظيم داعش المدينة. كان هنالك مجازر، قذائف أخرى تساقطت على مدينة درعا أيضا. مين اللي أطلقهم؟ ومين المستهدف؟ على أهل دير الزور وعلى أهلنا في درعا، على الأطفال في حدائق درعا، أطفال في حدائق ألعاب عامة. حرصت الدولة على تأمين ما يمكن لتعويض الطفل في درعا وفي غير درعا عن سنوات من الإرهاب. كانت النتيجة استهداف هذه الأحياء لا لشيء إلا للانتقام منها، لأنها أهلها
بقوا مع دولتهم، بقوا يعني متمسكين بجذورهم بهويتهم، يريدون أن ينتقموا. ما الذي في ظل العجز عن المواجهة المباشرة وإنجاز ما يمكن البناء عليه في مواجهة الجيش العربي السوري يحاول الانتقام من الدولة السورية يعني باستهداف المدنيين، ومحاولة الانتقام من المدنيين لأنهم بقوا مع الدولة السورية؟ ما الذي يمكن أن تقوله الإدارة الأمريكية أو غيرها من الإدارات؟ شو بيسموا لهذا؟ هذا بيسموه إرهاب معتدل، يعني نص على نص. هل ثم تفارق بين هذه القذائف التي استهدفت أهلنا في دير الزور وفي درعا، وبين القذائف التي كانت تستهدف أحياء دمشق حتى الأمس القريب؟ يعني هذا إرهابي نص أو مسلح نص إرهابي وهذاك كامل إرهاب؟ كل هذه المجاميع الإرهابية المسلحة ما في ولا فصيل منها يعمل. أولاً كلها غير ظاهرة قائمة بذاتها، جميعها عبارة عن ظاهرة قائمة بالآخر، وبالتالي تنفذ إرادة ومشيئة من أوجدها على أرض الواقع. رد الإرهابيين أستاذ محمد على التسويات والمصالحات هي بالقذائف، هي بالتفجيرات، هي بالدم الذي يسفك بالمجازر التي يرتكبوها، ماذا تعلق على هذه النقطة؟ ليس غريبا، هذا دينهم وهذا ديدنهم. هم يدينون بدين الوهابية ويدينون بهذا الدين الذي هو دمر هذه المنطقة، هو أنشأ فكرة داعش، وهو أنشأ طالبان وكل الإرهاب في سواء في نيجيريا أو الصومال أو السودان وكل هذه المناطق التي تعاني من إرهاب داعش، إنما تعاني مما يسمى بالوهابية ومن هذه الديانة التي تكفر الجميع فيما سواها. يعني هذا ديدن المسلحين، هم دائما فعلوا ذلك وسيفعلوا ذلك، لكن النظام هو أوعى من ذلك، هو دائما لديه تسامح مع كل الأطياف لكي يصل إلى مرحلة يقول أن نحن النظام. نعم، النظام صدره واسع وصدره رحب، وكل ما فعلوه بنا وكل ما فعلوه بأصدقاء سوريا سواء من إيران أو حزب الله في لبنان إنما يصب في هذا النتاج. نحن دائما نقول أن نسامح بعضنا البعض خير من أن نتقاتل، أن نحقن الدم الشعب السوري خير من أن نتقاتل، لكن هم لا يريدوا ذلك. هم دائما يغدروا بالشعب السوري، هم دائما يقتلوا الشعب السوري من حيث لا يعلم، هم دائما يقصفوا المدن، الأحياء، الأطفال، الشياب، وهذا ديدنهم. لا نتقبل، يعني لا نتوقع منهم غير هذا. وهم كلما يعني كانت خسارتهم في الميدان أكثر كان غدرهم أكثر، كلما كانت خسارتهم في الموضوع العسكري أكثر كانت خيانتهم للوطن أكثر. كانت يعني ما نراه اليوم من قذائف وما إلى هنالك هذا شيء مخزي، وهذا شيء عار على ما تسمونه أنتم الثورة. أنتم كلمة الثورة جردتموها من ثيابها، أصبحنا نحن أيضا في يعني بعض الأوقات يعني أنا أقول كيف أسمي الثورة في إيران بثورة وهؤلاء يسمونها ثورة؟ لا حبيبي، الثورة في إيران هي ثورة، وما تسمونه أنتم بثورة هي ليست ثورة، هي عورة يعني وفورة تهيجة نعاج أو ما إلى هنالك. يعني ما يقومون به لا علاقة له لا بثورة ولا بشيء. هم إرهابيون جاءوا من أقصى الأرض لكي يحاربوا الشعب السوري. طيب، ويقاتلوا الأطفال في سوريا. نعم، هم فعلوا ذلك ودمروا سوريا، وهم سيذهبون إن شاء الله مهزومين من الأرض السورية ومن كل الأراضي التي دخلوها سواء في العراق أو اليمن أو غيرها إن شاء الله. وأنا أريد فقط من وقتك أستاذنا فقط أن أقول فضل. معلقا على زيارة ترامب لهذه المنطقة، جاء ترامب لكي يجمع كل من جمعهم صدام حسين في المرحلة السابقة لكي يحاربوا إيران. كل هؤلاء الذين نراهم اليوم يجتمعون حول ترامب لكي يشكلوا ما يسمى بناتو إسلامي وما إلى هنالك أو حلف وما إلى هنالك، إنما اجتمعوا في الحرب الإيرانية العراقية ضد إيران، وهم دعموا صدام بكافة أنواع الدعم لكي يحارب الشعب الإيراني، لكن هم خسروا في تلك الحرب وسيخسروا في أي حرب جديدة ربما سيدخلون بها. الشعب الإيراني يوم أمس قال لترامب وقال لكل من يعادي إيران أننا نحن شعب واعي ولا نريد الحروب في هذه المنطقة ولا نسعى للحروب، نحن شعب مسالم، نحب السلام، نحب الحياة، نحب الاقتصاد، نحب كل ما هو جدير بالحياة. لكن من يريد أيضا في نفس الوقت
من يريد أن يقاتلنا ويدخل معنا في حروب. نعم. نحن أيضا جاهزون ومستعدون لكافة أنواع الحروب. الشعب الإيراني يوم أمس قال كلمته وسيقول كلمته في أي مرحلة لاحقة إن شاء الله. وأنا فقط أريد لأنني رأيت في بعض وسائل التواصل الاجتماعي يقول أن الرئيس روحاني ربما ليس كالرئيس السيد رئيسي في موضوع دعم سوريا. أنا أريد أن أقول كل مرحلة الحرب التي مررنا بها كان الرئيس روحاني هو الرئيس في إيران، وكان الدعم الإيراني ليس منية على أحد، كان دعما أخويا للشعب السوري، وسيزداد هذا الدعم ويكون إلى صف الشعب السوري، ونحن أخوان في هذه المنطقة لنحارب الإرهاب لننتصر في النهاية وينتصر الشعب السوري وكل أحرار العالم إن شاء الله. طبعا مشاهدي الكرام، الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلمة له الآن للشعب الإيراني يقول: مشاركة الشعب الإيراني في الاقتراع كانت تاريخية، وأنا سأكون ممثلا لتطلعاته. يقول: أثبتتم أنكم موحدون وتريدون رئيسا يكون خادما لكل أبناء الوطن. روحاني يقول بأن الفائز في الانتخابات هو الشعب الإيراني وفكر الجمهورية الإسلامية والحرية والاستقلال والسيادة، لقد انتصر السلام والمصالحة على العنف. يقول أيضا الرئيس روحاني بأنه سأعمل على كسب ثقة كل الإيرانيين حتى الذين لم ينتخبوني، والشعب الإيراني اختار طريق المستقبل وعلينا احترام قرار الشعب. يقول أيضا الرئيس روحاني: أمد يدي إلى كل طبقات وشرائح الشعب الإيراني وأحترم رأي الذين يخالفوني الرأي. ويقول بأن إيران على أهبة الاستعداد لتوسيع علاقاتها مع العالم على أساس مصالحها، وأيضا بأن الشعب الإيراني يريد أن يكون على سلام مع العالم، ولكنه لا يرضخ لأي تهديد، ونعتز بقوانا العسكرية ونعتبر أنها الضامن للأمن والاستقرار في المنطقة بما فيها قوات الحرس الثوري. دعني أنتقل للملف الثاني دكتور حسن، ملف الثالث عفوا في هذه الحلقة من استوديو الحدث. انتهت الجولة السادسة من جنيف، لا شيء. يقولون بأن هنالك ربما كان اجتماع الخبراء فتح لمواضيع جديدة، لكن بالمجمل بالمحصلة لم يحدث شيء في هذه الجولة التي قال فيها معاون ديمستورا في زيارته إلى دمشق قبل يوم من بدأ هذه الجولة بأنها سوف تناقش المفيد وسوف تناقش كل ما هو مهم. لم يحدث شيء. جنيف تفصيل. نعم. جنيف حلقة ضمن حرب أو معركة ضمن حرب مفتوحة، حرب مركبة، حرب مزمنة، حرب لم تشهد البشرية أقدر منها. وبالتالي من يريد أن يبني آمال على جنيف أو على غير جنيف، الآمال لا، يعني لا تبنى كيفما اتفق. مو أنا والله جاء على بالي أن يقول إن شاء الله بكرة جنيف بيطلع كويس، إن شاء الله إن شاء الله، لكن حتى يطلع بنتائج بده يكون في مقدمات. دوما وأبدا أي ظاهرة عبارة عن مدخلات ومخرجات، المخرجات يعني حسب نوع المدخلات زائد عملية التعامل مع هذه المدخلات. طيب أعطيني شو اللي فيه طرأ شيء جديد يشير إلى إمكانية أن يبنى على جنيف؟ لا بل يعني فيما يتعلق بالموضوع، السلال الأربع التي كانت محددة أن تناقش في هذه الجولة الجديدة من جنيف كما أشار الدكتور بشار الجعفري لم يناقشه أي سلة من السلال الأربع على الإطلاق. فكرة اجتماع الخبراء وهي الفكرة، أو إذا كان هناك من إنجاز الوحيد الذي هي يعني طرح الجانب السوري وفق ما أفاد الدكتور بشار الجعفري. إذن لكن أنا بدي أسأل، لماذا كان يعني تم تسويق إمكانية البناء على آمال وكانت النتيجة على عكس ذلك؟ لسبب هوني بدنا نفهم حقيقة ما يجري. نعم. ليش كانت الضربة الأمريكية قبل جنيف أو أثناء الانعقاد جنيف هي عبارة عن أمر عمليات، أمر عمليات بكل ما تعني كلمة أمر عمليات، للأدوات للأحذية التي تم جمعها في جنيف ويخلعها الأمريكي ويلبسها كما يحلو له، كان هذه العربدة الأمريكية بشكل أو بآخر. وين رايحين على مهل؟ أنا واشنطن عم بتقولون أنا المعلم، اللي بقوله هو اللي بينفاد. إذا خايفين أنتم من التقدم الميداني للجيش السوري، خلاص هاي رح أنا أوجه ضربي للجيش السوري أو لطلع الجيش السوري. لماذا الضربة وجهت للقوات المتقدمة باتجاه معبر تنف، يعني أقل من 40 كيلومتر في الوقت؟ لأنهم يريدون، هذا يؤكد، هذا قال: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت
أتاح لها لسانها حسودي. هم يريدون أن يمنعوا أي تواصل للجيشين السوري والعراقي. كان هناك في رسائل واضحة مبعوث السيد العبادي حيدر العبادي لمبعوث الخاص نعم الأمني، هذه الإنجازات نوع من كان واضح ارتفاع مستوى التنسيق الأمني السوري العراقي بين الجيشين. هذا يعني عنوانا واحدا أو نتيجة واحدة هو التقاء الحشد الشعبي ومن يحارب معه على الحدود السورية العراقية مع الجيش العربي السوري والقوى الرديفة. شو يعني هذا الكلام؟ هذا يعني أمرا واحدا أن الهدف الرئيس لهذه الحرب وهو إقامة حاجز بشري وجغرافي يمتد من الحدود الأردنية للزور إلى الرقة إلى الحدود التركية لم يعد ممكنا. لذلك يعني رفع عقيرته الأمريكي وكانت هذه العربة دي. لو الأجمل من هيك يعني فعلا شر البلية ما يضحك، بيطلع رئيس الأركان هيئة الأركان الأمريكية المشتركة بيقول يعني أنه هذا الفعل لن يتكرر، لن يتكرر إن لم تتعرض قواتنا للتهديد. خير إن شاء الله، ما أنت موجود على أراضينا. ليش تعرضت قواتك للتهديد؟ الجيش العربي السوري طلع خارج أراضي الجمهورية العربية السورية وما يهدد قواتك في مكان آخر؟ يعني هذا. لكن في الوقت ذاته حتى بس نضوي على الفكرة بشكل صح، يعني يا هل ترى، أنا بدي أسأل كمواطن أصدقائنا الروس، ما بيعرفوا أنه أمريكا ليست معنية بمحاربة الإرهاب؟ ما بيعرفوا هالحد الكلام؟ بقية الرأي العام ما بيعرف أنه فعلا طيب ترامب مو حسن حسان ولو حسين فياض ولو الأستاذ محمد، ترامب اللي قال أنه هن اللي خلقوا الإدارة اللي قبله خلقت داعش وخلقت الإرهاب. طيب إذا أمام هذا الواقع شو بفهم من هالكلام؟ نفهم هون بدنا نرجع للواقعية السياسية والواقعية الميدانية. هل بإمكان يعني أو من الصوابية بمكان روسيا وإيران وسوريا ومحور المقاومة أن يتم الحشر يعني كل من كان طرفا في هذه الحرب في الزاوية الضيقة؟ شو يعني؟ شو النتيجة؟ تكون نتيجة إشعال المنطقة. هل أحد يستطيع تحمل تداعيات ذلك؟ لكن لا يمكن على الإطلاق فهم كيف يعني ترامب يريد أن يقول بأنه هو محارب للإرهاب. طيب ماشي الحال، بده يعمل حاله قبضاي وبطل ويسوق حاله كبطل في محارب الإرهاب. إذا كان هذا الكلام يؤدي إلى خلاص دول المنطقة من الإرهاب فليكن. طيب أستاذ محمد، لا أعلم هل قرأت شيء بهذه الجولة، هل وجدت شيء بالجولة السادسة من جنيف مختلف عن الجولات السابقة، أم نحن ندور في نفس الدوامة؟ نحن كل مرحلة من جنيف نصل إلى نفس النتيجة التي كنا منذ البداية نقولها، بأن هؤلاء الذين أتوا في مقابل الشعب السوري والنظام على طاولة الحوار هم أنفسهم لا يمثلون الشعب السوري، هم يقولون أننا نمثل الثورة أو ما يسمى بالثورة. هم جاءوا ويوم أمس رأينا أن هذه التضارب بالأيدي حصل فيما بينهم. هم لا يعرفون لمن ينتمون، هل ينتمون إلى سوريا أم أن كل واحد منهم ينتمي إلى جهة معينة؟ هذا الذي ينتمي إلى هذه الدولة الخليجية، هذا الذي ينتمي إلى دولة غربية وأمريكية وغيرها. هم ليس لديهم آمال وأهداف واحدة، كل واحد جاء لكي يصل إلى هدفه الذاتي. هم لم يذهبوا كما ذهب الدكتور بشار الجعفري إلى هذه المفاوضات وبيده كافة الملفات وبيده كافة الحلول وهو يعرف إلى أين ذاهب. لكن في المقابل الطرف المقابل هو ليس كذلك، هو لم يأتي لكي يحل، هو جاء كما تفضل الأستاذ حسن، هو جاء بأوامر خارجية وهذه الأوامر تتغير ربما صباحا حتى المساء، وفي اليوم الآتي تأتي يمكن يعني أوامر جديدة وما إلى هنالك. ليتهم يتوحدون هذه المعارضة في مقابل النظام السوري لكي نعرف مع من نتكلم. لكن نحن في إيران دائما نواجه هذه المشكلة، أننا لا نواجه معارضة واحدة، إنما نواجه معارضات، إنما نواجه زمرة من ما يسمون أنفسهم بثوار وما إلى هنالك. نحن نريد أنهم يأتوا بكلمة واحدة ويبقوا على هذا الكلمة، ما نتفق عليه أن يضمنوه. تركيا التي تضمن هؤلاء هي التي لا تضمن نفسها. تركيا التي جاءت بضمانة هي دائما تنقض العهود. وحتى يعني في المرحلة السابقة رأينا بعض المشاكل فيما بين التركي والأمريكي، وكل يعني هذه المشاكل انصبت على الشعب السوري. هم يعني لم يتفقوا فيما بينهم في موضوع الأمريكي والسوري
في موضوع الأكراد، وهذا يعني دائما ينصب على 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 الشعب السوري وعلى علينا بالذات، لأن هذه المفاوضات ستتأخر وس يعني سيكون لها نتائج سلبية، لأن التركي كل يوم أيضا لديه عنوان ولديه يعني هدف معين. نحن منذ البداية في إيران كنا نقول أن الهدف الأساسي هو الوصول لحل سواء سياسي أو غيرها، ومرحلة ثانية نحن نريد أن تصل مساعدات إنسانية إلى كافة الأطراف في سوريا، وهذا ما نسعى إليه. لم نكن كل يوم بهدف معين ونغير ويعني ننقض المواثيق وما إلى هنالك. نحن ما نؤمن به وما وعدنا به نحن دائما على وعدنا مع كافة الأطراف، لكن من ينقض العهود هم الطرف المقابل أو الأطراف المقابلة، لأننا لسنا في مواجهة طرف واحد، إنما مواجهة أطراف ومواجهة دول، وكل دولة لديها هدف وكل دولة لديها طريقة حل، وهذه ربما تؤخر في الحل سواء في جنيف أو في أستانا أو في غيرها، ونحن لا نرغب أن يتأخر الحل. نحن من طلاب الحل السريع للموضوع السوري، لأن طالت الأزمة والأزمة لا يجب أن تطول. أشكرك على وجودك معنا عبر خدمة سكايب من بيروت، الأستاذ محمد غراوي المختص بالشأن الإيراني، شكرا جزيلا لك. تقول مفدة الإخبارية مشاهدينا الكرام بأنه تم خروج أكثر من 2500 شخص، بينهم أكثر من 1000 مسلح من برزة باتجاه إدلب العاجل اللي موجود على شاشة الإخبارية السورية. مشاهدي الكرام، خروج أكثر من 2500 شخص بينهم أكثر من 1000 مسلح من برزة باتجاه إدلب، إن شاء الله يا رب باقي العدد يكمل وتصبح هذه المناطق خالية تماما من المسلحين. خليني أعود مرة أخرى، والله بس لا حول هالموضوع هذا، يعني أنا بدي أسأل هون من حقي كمتابع، لما منقول أكثر من 1000 مسلح وقبله كم 100 مسلح وقبله كم سؤال، هدول المسلحين حاليا ما ثبت على أرض الواقع كلهم تابعين للنصرة؟ ما هن نفسهم اللي كانوا يقول عنهم هؤلاء هم المعارضة المعتدلة، أليس هؤلاء هم الذين كان يتم تسويقهم على أنهم ثوار؟ أليس هؤلاء هم أنفسهم الذين كان يقال عنهم أنهم جيش حر؟ أليس هؤلاء هم أنفسهم الذين أمطروا دمشق بالقذائف الصاروخية وبالقذائف الهاوين؟ أليس هؤلاء هم أنفسهم الذين فجروا ودمروا واستهدفوا المدارس واستهدفوا المستشفيات وحاولوا تعطيل دورة الحياة؟ هدول هم المعارضة. فعن أي يعني أشار الأستاذ محمد لنقطة كتير أساسية وبدي أشكره عليها، هو موضوع جنيف شو بده يحقق جنيف أمام طالما عندك معارضات ما معارضة. طيب السؤال الموضوعي، إذا جنيف كله الغاي تفعيل أو تسخيم المسار السياسي، طيب مسار سياسي بين مين ومين؟ بين الدولي بين، خليني انطلق من حكيهن إنه ما يسمى معارضة. يا دي مستورة يا اللي انت مبعوث أو يعني منسق دولي، هل استطعت أن توحد وفود المعارضة بوفد واحد؟ مع مين بده يكون فيه اتفاق بين الدولة وبين مين؟ بين الدولة وبين منصة موسكو؟ بين الدولة وبين منصة القاهرة؟ بين الدولة ومنصة بيروت؟ بين الدولة والإتلاف؟ بين مين ومين؟ إذن هذا إن دل على شيء يؤكد أيضا الفكرة الثانية اللي قالها، وهي محاولة الحرص في ظل العجز عن تفتيت الدولة السورية العمل بهدف بديل أو بالبديل الموضوع الممكن، وهو إطالة أمد هذا الواقع أطول فترة ممكنة. طيب. دولة السورية بكونها هي مسرح عمليات، أصدقاء سوريا كونهم يدركون بأن مسرح العمليات خاسر، لذلك يحرصون على الوصول إلى نهايات بأي شكل ممكن. هم يعمدون إلى تأخير، لذلك المعركة هنا بقدر ما تستطيع سوريا وأصدقاء سوريا القضاء على هذا الإرهاب، إما ميدانيا بالسحق الميداني أو من خلال المصالحات أو من خلال يعني تفريغ إمكانية الاستمرار بضخ السلاح المسلحين بقدر ما تكون النتائج إيجابية، والعكس صحيح. الجولة القادمة من جنيف بحزيران المقبل حسب ما قال السيد دمستورة بالأمس، إذا بتصير مو الجولة القادمة، إذا بتصير جنيف ألف، ما لم يصل المايسترو الصهيو أمريكي إلى قناعة مطلقة، ما رح يوصل لقناعة، عم يوقع بالسعودية عقود تسليح وعم ينشئ ناتو جديد، بس عم بيوقع عقود تسليح. يعني أنا هذا اللي بدي أسأله، يعني الناس اللي بيعطوا نوع من التفاؤل، كلنا مع التفاؤل، لكن التفاؤل على أن يكون تفاؤل موضوعي، على أن يكون يعني مبني على أسس. هل لكن يعني ذهاب ترامب إلى السعودية شو بتقول عنه؟ مو أيضا باحث سوري بيقول عنه موقع بلومبرج البريطاني، يصف ذهاب
انه نقلا عن متحدثين من فريق عمل ترامب بانه عندما يصل ترامب الى الشرق الاوسط قد يشعر انه في منزله اكثر من مكان عنه في امريكا. ليش في واشنطن؟ في ظل تشابه شخصيه ترامب مع القاده الذين يحكمون الشرق الاوسط العربي بشكل غير ديمقراطي، فترامب اشاد بالكثير من الدكتاتوريين، يعني يخلص الى نتيجه بان جميعهم استبداديون. اذا نحن امام معركه، امام حرب مفتوحه، احد فصولها الذي هو اشد خطوره هذه الحرب الاعلاميه، اعطاء وهم امكانيه الوصول الى حل والعمل على وضع العصيف في العجلات. وأنا لا أستطيع أن أنظر إلى أي موقف نشاز يبدو نشازا لا تركيا ولا السعودية ولا قطر ولا غيرها وغيراتها إلا في إطار التناقض الظاهري الذي يؤدي إلى تكامل الأهداف. هذا هيك دوره بهالوقت، هذا يرفع الصوت يبين أنه هو متمرد على السيد الأمريكي، مع أنه شرطي أو موظف من الدرجة الخامسة بيقودهم جميعا مثل الغنم. عندما يجتمع، يعني مو من البؤس السعودية تطلق موقع قبل، منذ أن تم الإعلان لزيارة ترامب على السعودية أطلقت موقع إلكتروني أنه يوحدنا العزم أو يجمعنا العزم، ويعني تتحدث عن مشاركة 55 دولة عربية وإسلامية، وتصف ما أسمته القمة العربية الإسلامية الأمريكية بأنها قمة تاريخية لغد المشرق. طيب شو أول طرح طرحه ترامب اللي أنتوا عم تستقبلوا؟ أول طرح هو القانون اللي منع فيه 7 دول إسلامية. ليش السعودية ما بيناتهم؟ مع أنه كما قلت أكثر من مرة 15 من 19 من الإرهابيين المتهمين بأحداث 11 أيلول جنسيتهم سعودية. من ليس حريصاً على مكافحة الإرهاب الذي ضرب أمريكا لن يكون حريصاً على مكافحة الإرهاب في سوريا ولا في أي منطقة من العالم. ولا يمكن أن نفهم حقيقة ما جرى وما يجري ما لم نقتنع بأن من أوجد هذا الإرهاب لا يمكن أن يكون حريصاً على القضاء عليه إلا من منطلق واحد، هو الاستثمار فيه. إذا كانت عقلية ترامب هلأ مثل ما عم يعني تم الإعلان عنها هو الاستدرار ما تبقى من أموال. من أموال، فقد يكون هذا. أما هذا يعني التخلي في الوقت ذاته عن أصحاب تلك الكراسي عندما يجف آخر بئر نفط. طيب إذا حتى ذهبنا إلى جنيف دون تغيير أي شيء من هذه المسألة، طبعا فقط ذلك الخبر العاجل لمحافظ دمشق الآن يقول بأنه انتهت المرحلة الثالثة من تسوية برزة بخروج 2672 شخص بينهم 1076 مسلح. محافظ دمشق يقول هذا كانوا عم بيصلوا ببرزة، ما بيصلوا ببرزة. محافظ دمشق يقول بأنه وكانوا يصلوا للوطن. انتهاء المرحلة الثالثة من تسوية برزة بخروج 2672 شخص بينهم 1076 مسلح. طبعا جزء كبير من هؤلاء المسلحين هم أصولهم من محافظة إدلب، وقد تم جاءوا بهم إلى هذه المناطق لأداء رسالة، لأداء دور معين. الآن في ظل الانتفاء عن القدر وانتفاء القدرة عن الاستمرارية في أداء هذا الدور يعودون باتجاه آخر. بالمناسبة الشيء يذكر، القسم الأكبر من اللي طلعوا من داريا معظم فطس ب يعني المعارك في شمال حماة بحلفايا، لذلك قالوا انه في حلفايا كانت إبادة للمسلحين دارية. هذا بيدفعني انا تحت خاطب كل من ما يزال لديه ذرة من عقل اذا كان يحمل الهوية السورية. طبعا من لا يحمل الهوية السورية انا مع سحقه بالمطلق اللي جاينا من برا، اما من ما يزال يحمل الهوية السورية فقط انت فكر، انت استمرارك بحمل هالسلاح لوين وصلك؟ كل شيء وعدوك فيه خلال 6 سنوات شو اللي قدروا يقدموا لك إياه؟ ولأي مواطن سوري يراجع نفسه سوري أو من أبناء المنطقة وليعطني رواية واحدة، رواية واحدة، موقف واحد تم الإعلان عنه وتبنته أمريكا ودول الخليج ولم يتبين أنه كاذب أو لم يتبين أنه فيه شيء من التضليل، من التهويل، من محاولة مسح العقول. هذا الاستمرار في هذا الواقع لن يؤدي إلى نتيجة بقدر ما يستفيق الجميع قبل فوات الأوان. في نهاية المطاف أنا بهمني ابني يروح على المدرسة، في نهاية المطاف أنا بهمني كمواطن سوري لما بتروح بنتي على المدرسة أو زوجتي على وظيفتها ما حس أنه قد ينتهك عرضها. في نهاية المطاف هذا السوري أخو السوري من على امتداد جغرافيا السوري، بقدر ما يتم الانطلاق من هويتنا كسوريين. أي مت واحد متخلف متصحر خليجي بده يقود الفكر السوري، بقدر ما يتم الاعتزاز والاعتداد بهذه الهوية التي صدرت العالم أول أبجدي، بقدر ما نسهم في الإسراع بالوصول إلى نتائج. وفي الوقت ذاته
ليس على الإطلاق مفهوما في أي شخص كان في أي مفصل من مفاصل العمل أن يكون غير متفاني. أنا ما بدي أقول أنه ما يقصر، غير متفاني. الآن نحن في زمن حرب، في زمن الحرب أنا لا أسمي الخطأ هذا، تبقى وجهة نظري الشخصية، نوع من الفساد، هذا أقرب ما يكون إلى الخيانة. بقدر ما يتم العمل على منع من تسول له نفسه بممارسة أي خطأ، بقدر ما يتم تحصين الوطن، وبقدر بالجهود مجتمعة، بقدر ما نصل إلى نهاية مشرفة. أشكرك على وجودك معنا في سيدي حلقة هذا اليوم الدكتور حسن حسن الخبير العسكري والاستراتيجي. فاصل ونعود. جولة على أبرز الأحداث بالعالم. إصابة 15 شخصا جراء هجمات إرهابية بعبوات ناسفة شمال غرب باكستان. عمليات مشتركة بين خفر السواحل الإيطالي والليبي تنقذ نحو 4400 مهاجر بالبحر المتوسط في يومين. مصرع 5 أشخاص أثر احتراق عبارة قبالة مقاطعة جاوة غرب أندونيسيا. هزة أرضية بقوات 5.6 درجات على مقياس ريختر تضرب وسط الفلبين دون وقوع أضرار مادية أو ضحايا. مصرع 5 أشخاص وفقدان 19 آخرين جراء أمطار غزيرة وفيضانات في هايتي. ذاكرة الحدث لهذا اليوم 20 من أيار. في مثل هذا اليوم من عام 1902 استقلال كوبا عن الولايات المتحدة وإعلان الجمهورية فيها. في عام 1910 تدخل عسكري أمريكي في نيكاراغوا أثر خلاف حول شق قناة نيكاراغوا. في عام 1934 توقيع معاهدة الطائف معلنة نهاية الحرب بين اليمن والسعودية. في عام 1963 انتخاب أحمد سوكارنو رئيسا لأندونيسيا مدى الحياة. في عام 1990 التلسكوب الفضائي هابل يرسل أولى صوره إلى الأرض. في عام 1996 توقيع اتفاق النفط مقابل الغذاء بين العراق والأمم المتحدة. وفي عام 2002 استقلال تيمور الشرقية عن أندونيسيا. قبل الختام تذكير بالعناوين. الرئيس بشار الأسد يرسل برقية تهنئة للرئيس حسن روحاني بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الإسلامية الإيرانية. اليوم يوم تاريخي الحقيقة بإعلان حمص كلها بكل أحياء خالية من المسلحين. تمهيدا لإعلان مدينة حمص خالية من السلاح والمسلحين. خروج الدفعة الأخيرة من المسلحين وبعض أفراد عائلاتهم من حي الوعر. مع انتهاء الجولة السادسة من مباحثات جنيف، تساؤلات عن النتائج وملامح المرحلة المقبلة. استوديو الحدث انتهى لهذا اليوم. تحية من فريق العمل، حياكم الله.